اهلا وسهلا، السلام عليكم. انا عمر عبد الرحمن وانا نالي عطان. اليوم رجعنا لكم بالحلقه الثانيه من سلسله مغامرات كولومبيا. ايش حيقول عندنا اليوم؟ اليوم عندنا تحديات متنوعه ورح صعبها شوي عليهم، رح اضيف شوي مفاجات هون وهون. خلينا نشوف شو حيصير. شباب انا ما عندي خبر، من ايش مفاجات اليوم عندنا؟ خلينا نقول حيكون في زياده حركه. انا اتحمس. انا مره متحمس يا جماعه الخير، الحماس مليون. جاهزه متحمسه 100%؟ شباب سمعوني، جاهزين ومتحمسين؟ يلا نسمع. 3 2 1 يس. اهلين، في فريق واحد رح يبلش، شخص واحد من الفريق رح يزحف تحت الشبكة يوصل لهون، يفك عقدة واحدة وترجع تنزلوا تحت الشبكة، ورح تبدلوا بشخص ثاني من الفريق. اوكي، ورح تضلكم عم تبدلوا لتخلصوا. تمام. Let's begin. Are you ready? Let's go, let's go. مين الفاز؟ تيم شارك. مستعدين؟ مستعدين. عندكم طاقة لسه؟ لسه. اوكي يلا بينا. جاهزين شباب؟ جاهزين. الليل جاء والوضع ظلام زي ما انتم شايفين، وتحدي اليوم راح يكون صعب، هيحتاج انكم تتعاونوا مع بعض، ما نبغى اي اصابات، حيكون تحدي خطير، حيكون تحدي خطير. التحدي فكرته بكل بساطه انكم لازم تلاقوا العلم اللي نحن مخبينه في المنطقه هذه، نحن في نص الصحراء ولازم ندور مع بعض بتعاون مع بعض، هو الفريق اللي حيكون فايز. واضح؟ خلونا نشوف مين اللي حيفوز. القروش ولا هكون بطاطا؟ شباب سمعوني صوت حماسكم. 3 2 1 يس. يلا بينا. لنهاية موسم الثاني من سلسلة المغامرة كولومبيا، ومعنا الفائزين تيم شارك. سمعونا تحية قوية. والله بدعوا. شفنا روح قتالية منهم، بس بصراحة فريق هكونا بطاطا ما قصروا معنا اليوم، نسمعنا تحية. الله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أنا استمتعت. أنا استمتعت. شباب استمتعتوا؟ الله عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أعزائي المتابعين. كان معكم عمر عبد الرحمن ونالي عطار. نشوفكم على خير. والسلام.